دولة الإسلام باقية، دولة الإسلام باقية. والكثير منهم قال إنها تتمدد، تمددت في دير الزور وأريافها، والمتضرر من تمددها في كل مرة هم المدنيون، فتنظيم الدولة لم يسمح لأهالي مدينة الشحيل والبالغ عددهم أكثر من 30,000 مدني من العودة إلى منازلهم، وذلك كأحد شروط قبول توبتهم بعد قتالهم للتنظيم. أهالي بلدة غرانيج والطابية والشعيطات لم يكونوا أوفر حظا من أهالي مدينة الشحيل، حيث خرجوا من منازلهم هربا من التنظيم الذي منعهم بعد سيطرته على القرى من العودة إلى منازلهم إلا بعد إعلان توبتهم. سياسة التهجير القصري هذه دفعت أكثر من 150,000 مدنيا في ريف دير الزور الشرقي إلى اللجوء للقرى والبلدات المجاورة، حيث ما زال بعضهم يفترش الطرقات وسط نقص في المواد الغذائية والمياه وارتفاع درجات الحرارة وعدم تقديم أي معونات للمدنيين الذين تم تهجيرهم. في المقابل شهدت مناطق في ريف دير الزور الشرقي مظاهرات نددت بشروط التسوية مع التنظيم، داعين فصائل الثوار إلى التوحد في مواجهة التنظيم وطرده من كافة مناطق المحافظة وريفها. أما عن حقول النفط التي سيطر عليها تنظيم الدولة، فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التنظيم يبيع النفط الخام بسعر 2000 ليرة سورية للبرميل الواحد، ويشترط على التجار بيعه ب3000 ليرة سورية، بعد أن وصل سعر البرميل الواحد من النفط سابقا إلى أكثر من 6000 ليرة، الأمر الذي عزاه المرصد إلى أن التنظيم يحاول كسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذه، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري في كافة المناطق.